مواكبة لتطورات مجالات الذكاء الاصطناعي المتسارعة وما يشهده العالم من تحولات رقمية لا حصر لها، تنذر بزيادة المخاطر السيبرانية وتنامي هاجس التهديدات والاعتداءات داخل البيئة الرقمية. بات من الضروري الاهتمام بالأمن السيبراني الذي تعد الجامعة حاضنة ملائمة له، ولضمان وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني وسط المحيط الجامعي كاستراتيجية جديدة يسعى لها القائمون على الملتقى الوطني العلمي بكلية علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3. ملتقى اليوم هي ثقافة ودور الجامعة في تعزيز ثقافة الأمن السيبرياني ضمن النشاطات النوعية التي تقوم بها جامعة الجزائر 3 على اعتبارها جامعة رائدة فيما يخص أهداف واستراتيجية الوزارة الوصية، وخاصة الإصلاحات الاستراتيجية التي تعكف عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. تسليط الضوء على دور الجامعة في تعزيز ثقافة الأمن السيبراني من خلال مناقشة الباحثين والخبراء في الملتقى لاستكشاف واقع الأمن السيبراني في الجزائر والعمل على تنمية الوعي بأهميته بالوسط الجامعي. الأمن السيبراني هو عمود من أعمدة استقرار أي بلد في الجزائر أو في أي بلد آخر. صراحة الجزائر اليوم تعيش يعني منعرة جيد جدا في هذا المجال، يعني السلطات راهي تعطي تركيز على هذا المجال وتعطي ثاني التحسيس، رانا نشوفه حول هاد الأنشطة تاع التحسيس اللي راهي الجزائر ديرهم اليوم في الجامعات في المؤسسات في الوزارات، يخلينا نكون متفائلين جدا. رهانات الأمن السيبراني على الدول عامة والجزائر خاصة قضية أضحت واقعا حتميا ومسؤولية الجامعة في مواجهة التحديات الأمنية السيبرانية من خلال معرفة وإدارة مختلف المخاطر وتعزيز التعاون بين الجامعات والهيئات الوطنية لنشر الثقافة السيبرانية بالجزائر.